السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصورة دي اتنشرت في الفترة اللي فاتت وفي ناس ما بين مصدق ومكذب، يعني هل الصورة دي فعلا حقيقية أو ممكن تكون حقيقية، وهل ممكن تكون متركبة ولا لأ؟ طيب لما نيجي نبص على الصورة دي، أولا الصورة دي مفيهاش باب شباب ولا شباك، دي حاجة ثابتة تمام، يعني ده إزاز ودي حاجة يعني داعم ليها. أنا اشتغلت فترة في الألومنتيال، وأول حاجة اتعلمتها أول ما بدأت الشغل كان المهندس أحمد تاج الله يرحمه، كان قال لنا كده ملحوظة سريعة يعني أثناء المناقشة، قال لنا في حاجات ممكن ما تبقاش الجودة بتاعتها 100% في العزل، لكن في حاجات لازم تبقى 100% عزل. تمام، يعني لازم تبقى 100% عزل، زي مثلا حاجات في حمامات السباحة ما ينفعش فيها هزار، في حاجات مثلا في الكهرباء لازم الجودة بتاعتها 100%، مفيش أي هزار فيها. فهنا دي الفكرة، هو هنا في فلوريدا في أمريكا، وهم دايما بيتعرضوا للمواقف ديت، يعني مش أول مرة المية تجي بالقوة دي. هما هناك بدأوا يهتموا بالقصة دي، وبدأوا أول مرة طلعت غلط وهكذا، بدأوا يطوروا فيها لحد ما ده أصبح ده العادي، زي الزلازل في اليابان عاملين البيوت بتاعتهم مصممة اللي كده، فهي مفيهاش أي تركيب راح خالص. طيب دي صور حقيقية لحمام السباحة دي مثلا في لندن، تخيل اللوح الإزاز ده مع اللوح الأفقي مع الرأسي شايل وزن قد إيه، وفي يعني ديد أند لايف فلويد، فيها أحمال حية وميتة في الأحمال اللي عليها. وده مش واحد بس، دي حاجات كتيرة جدا اهي. وفي أكتر من مكان، وشوفتها مرة قبل كده في فندق في سنغافورة، فالموضوع موجود فعلا. تمام، هي الفكرة كلها إن ده الناس عارفة إن في احتمالية لحاجة زي كده، فالناس شغلت بضمير وشغلت بجودة عالية. وفي ناس قالت ان في ميه موجوده، انا مش شايف في ميه، لو في ميه موجوده هنا يعني، ولو الميه استحمل، لو الازاز استحمل لحد ما يوصل لكده، دي حاجه رائعه يعني. ملحوظه اخيره برضو، احنا بنبني بالحوائط الزجاجيه ودسيه جدا، زرت اماكن كتيره البرج بيبقى ازاز واحنا في الدنيا حر فبلاش، يعني من الأماكن اللي زرتها كويس مشيرة جميلة جدا، لأن ابتعد عن فكرة الواجهة الإزاز والإزاز يعكس الشمس،